لنا حوار حول المرحلة المقبله بقى قضايا هذه الاخبار حول الانسحاب الاسماعيلي في المحل الاساسي كل فاعتقدت الاستاذ كمال مرجان عنده قدره كافيه باش هو ياخذ القرار المناسب في المواضيع اللي تتعلق بمسير الحزب اللي يقود ولا حزب المبادره. بالنسبه للموضوع الثاني احنا ما عندناش قاعده واتفاق معناها حول هذا الموضوع، لكن ثم كلام قلناه في السابق على المنبر انه من الضروري حتى يحصل اتفاق بين المنظمه السياسيه انه ثم مؤشرات ثم مقاييس ثم شروط ما نقول الشروط ما نقول ضرورات، وفيها طبعا لابد من قطع عن الانتماء لاي شبكه من الشبكات لمصالحها او مصلحه الدوله التونسيه. هذه اول شيء. وهذا طبعا كل طرف سياسي تونسي يسمع. ما جيتش تقول ثم طرف سياسي تونسي يسعى لحكم ويسير في الحكم، هو تبدا المصلحه اللي هو يتبع فيها مصلحه ايديولوجيه مش مصلحه نتاع الدوله. ثانيا ثم الايمان زايد بالدوله العصريه الوطنيه التونسيه، الان الدستور التونسي معناها تاكد على كل المكتسبات، لذلك ثم الدستور التونسي الان اللي هو قاعده للجميع. والنقطة الثالثة اللي هي نقطة على درجة الرقمية أنه قضية تحييد المساجد، ونحب نشير نقطة مهمة جدا، واللي ما نعرفش معناها تيزيد في المجتمع، هذا تيزيد دوري معناها تركيزهم الكل الآن هم يجيو ورا الكيران ويجيو معناها ورا ليزافيش وكل شيء، مانيش فاهم كيفاش الإنجليزي باش تقيس الآن عملية استعمال المساجد في الحملة الانتخابية. علما أنه احنا عندنا معطية موثقة بالأسامي على أئمة معروفين بانتمائهم من طرف سياسي اللي هو حلف الحق في الانتخابات، وجابوا مرتبة ثانية، مش على اسمه. اللي هو معناها قاعدين يقولوا معناها انه لابد من تصويت المسبرزون، ثم حتى عراي في المساجد تم توقيعها. اذا احنا الان موضوع تحيه المساجد، موضوع ان الفصل بين الدين والسياسه، هذا موضوع ما يكونش الفصل بين الدوله والدين، لانه الدوله معناها مدنيه والدين للجميع، الشعب التونسي شعب مسلم ولكن دينيه. وحد شعارات مثل الباجي خالد السبسي في حملته دوله عصريه لشعب مسلم، لكن الفصل بين الدين والسياسه. وشفنا معناها كما المرشح المسجوني وقت وقعت مع السيد بن عمر معناها في مساكن، شفنا كيفاش يتحول الامام الى داعي سياسي ويتحول الى عضو في حمله انتخابيه، ومعناها كيفاش يتحول هو معناها الى عضو في حمله انتخابيه وهو امام في نفس الوقت، لان هذا كله هالخلط هذا كله لابد من ايقاف وقت الاوقات على فضل هذه الاشياء اللي مش تكون ضروريه في حوار مع طرف سياسي قبل انشاء حكومه.